اولا يعني انا دايما بدعو اي زوجه بينها مشاكل بينها وبين زوجها وهو مسافر، من فضلك اي نقاش بينك وما بينه بره ما يكونش في امور حيويه خاصه بالبيت، لما ينزل لما يرجع اصبري لحد ما يجي من السفر، لان الامور دي مش هينفع. ليه؟ لان لو في كلمه ما عجبتوش او في راي او في اقتراح او في امر زياده عليه هو ما بيبقاش عايز كده ولا بيبقى كده، هيقفل. وصح انه بيقفل كده؟ مش صح، لا هو انا مصدقه ان هو بيعمل كده، بس ده طبعا مش صح ان هو يعمل كده. فعشان يا بنتي نتجنب هذا الامر ونشوف الحلول، اهم حاجه انك انت انتظر لما يجي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ليه ما يبقاش في وقت محدد له لبنتك مثلا للكلام؟ تدخلات الاهل والكلام ده، اقول له بص المشاكل دي انا ان شاء الله، يعني انا عارف طبعا بتاثر عليك، بس من فضلك اي حاجه انت عايزني اعملها في البيت قول لي انت، بلاش لاخواتك ولا اهلك ولا الكلام ده، انا متجوزاك انت مش متجوزاهم، وافق وافق موافقش لما يجي. لكن اي نقاش وهو لسه مسافر الامر مش هينفع. سهل جدا تتقفل الموبايلات، يتعمل بلوكات، خلاص انتهى الحوار، ما بقتش جواز. فانت انتظري الامر ده. لكن انا حته بقى انه مش عايزني ومش بيحبني والكلام ده، طب انت اسالي كده، هو انت عايز تطلقني؟ هو انت خلاص ما بقتش تحبيني؟ هيقول لك لا، اما انا متغرب ليه؟ لكن هو فقد التواصل الصحيح اللي بينك وما بينه، هو مش قادر يوصل لك اللي جواه، وانت كمان برد الفعل والعبء اللي عليكي واهله والكلام ده، فانت كمان متضايقه. لكن انت اساليه اللي انت سالته لي، يا زوجي هو انت عايز نهد البيت؟ عايزنا نطلق؟ عايزني امشي؟ هيقول لك لا، اما انا متغرب ليه؟ اذا كان عايز بقى كلمه كرمه وخلاص وقفل لك وبلوكات وروحي الاهل. لا يا بنتي، انتوا بس مش فاهمين بعض، ما فيش وسائل للتواصل. لكن علاج المشكله الحقيقه لما يجي على تليفونات دي امر صعب. نعم. الله سبحانه وتعالى يشرح لك صدره، اللهم امين.